أهلا بكم لتفاصيل. ونستهل جولتنا الإخبارية من الجزائر العاصمة التي عاشت اليوم على وقع تظاهر يوم بدون سيارات. المبادرة من تنظيم الإذاعة الوطنية بمشاركة وزارة الشباب والرياضة لولاية الجزائر، وافتتحها وزير الاتصال حامد جرين تظاهرة تخللتها أشغال ونشاطات تثقيفية وترفيهية وكذا رياضية للأطفال والشباب. وسيكون الختام من صحة البريد المركزي في حدود الساعة 7 بإقامة حفل موسيقي لفائدة العائلات الحاضرة. دونك لا جورني سون فواتير داخله ثاني في تحسيس المواطن على جال الحفاظ على البيئه. ايشي بوفي دوكسيجين لي فامي الجيروا، خاصه كو سمانه كومبلي سمانه كامل هي لا سيركيلاسيون، هي لا سونات تاع الطوموبيلات والدراري ثاني ما كاش لا ري ولا ميم لو تروتوار اللي اوكيبي بار لي فواتير. لعبنا لي جو، درنا حاله، كنا نلعبوا، كان اللي يربحوا كان اللي ما يربحوش. كما انا ما ربحتش كنا نورمال، وهاي اليوم الشمس هايله. Ce matin, je suis venu par train uniquement pour assister à cet événement. Alger sans voiture, franchement, croyez-moi, c'est quelque chose de formidable. Vraiment, daru hada chaba lehna, stmetou sghar, daru fada chbab, w djouzou vacances mlih, w hafzouhom bach yqraw mlih l'am ljakid dkhlouk chghol stmetou safti yqraw mlih. لعبت لجيل مليح تاع الكبار، وهذا اليوم مليح نلعبوا فيه ومليح للكبار والصغار. عجبتني بزاف، لعبت بها دوك تاع البالون، وكان بزاف لعب شابين هايلين وكذا.